وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فلما كان ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه وجعل يتغشاه بأبي هو وأمي الكرب الشديد فقالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أبتاه فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك منه احدا رواه البخاري وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت وعائشه رضي الله عنها مسندته صدرها وبين يديه اناء فيهما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالت يده وفي روايه قالت عائشه رضي الله عنها كنت مسندته الى صدري فدعا بطست فلقد انخنث اي مال في حجري فما شعرت انه مات متفق عليه وفي رواية الإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما رأسه على منكبي إذ مال رأسه نحو صدري فظننت أنه غشي عليه. وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وكانت وفاته بابي هو وامي ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول سنه احدى عشره للهجره وعمره ثلاث وستون سنه